يلا نبتدي. طبعا النهارده هناخد النهارده ان شاء الله الاسس وقوانينها اللي هي اتنين. احنا خدنا قبل كده اللي هي اسس وقوانين واحد، النهارده ان شاء الله هنكمل اسس وقوانين ايه اتنين. هنرجع قبل ما ندخل كده على القوانين اللي احنا خدناها اللي هي الاسس وقوانين واحد، هم طبعا مقسمينها حسب تنظيم الايه؟ الاسس واستخداماتها. هم كلهم مثلا ايه؟ حوالي مثلا 7 أو 8 قواعد هناخدهم مقسمينها على جزئين. احنا قلنا اول قوانين الاسس اللي هي المره اللي فاتت اتكلمنا عنها، عشان نكمل عليها ونشوف هنا الاسس اللي هي القوانين بتاعتها كده. طبعا احنا قلنا الاسس هي في الاصل خالص كانت عباره عن تكرار ضرب عدد ضرب نفسه. تكرار ضرب عدد ضرب نفسه اعطاني اسس، بمعنى ان الاساس العمليه هو 2 والتكرار العدد ضرب نفسه هو الاس اللي هو 3، فبقيت هنا الاسس بالمنظر ده، اساس اللي هو الرقم اللي بيتكرر، والاس اللي هو التكرار او عدد ضرب تكرار ضرب العدد في ايه؟ في نفسه. قلنا بعض القوانين وهنكملها النهارده، هنشوف مع بعض كده. اول قانون احنا خدناه خالص اللي هو عباره عن حد يفكرني بيه كده، قلنا الف اس م ضرب الف اس ن بيساوي الف اس م زائد ن. قلنا في حاله ضرب الاسس، بس الاساس زي الاساس بيديني بنجمع الايه؟ الاسس. الحاجه الثانيه اللي احنا خدناها ان لما نيجي نقسم الاسس يعني الف اس م تقسيم الف اس ن بيساوي بنطرح الاسس، قلنا بس شرط ان الاساس زي الايه؟ الاساس، هيبقى الف اس م ناقص ن. طيب تعالوا نشوف مع بعض كده، ده أول قانونين، نشوف القانونين التانيين اللي هو قانون 3 اللي هو عبارة عن لو قلنا أ ب لكل أس ن بيساوي أ أس ن ب أس ن، اللي هو الأس بيتوزع على إن طبعًا أ ب معناها أ ضرب إيه؟ ب. يبقى هي ما بيكونش في بين الرموز أي إشارة مثلًا ناقص أو زائد، يبقى هي معناها إن هم مضروبين إيه؟ طيب تعالوا نشوف مع بعض كده القاعده اللي بعد كده اللي هي بدل ما يبقى مضروب هيبقى مقسوم، يبقى أ تقسيم باء لكل أس ن هيساوي أ أس ن تقسيم باء أس ن، يعني الأس برضه بيتوزع على الأصل والمقام، بس طبعا هنا الـ ب لا تساوي إيه؟ الصفر، على أساس إن المقام ما ينفعش يبقى صفر. دي القوانين اللي إحنا خدناها في الجزئية الأولية. هنكمل عليها ونشوف القوانين اللي هناخدها النهارده. أول قانون اللي هو يعتبر بقى رقم 5، قال لي إن هو لو أ أس م لكل أس ن بيساوي أ أس م ضرب ن. أستاذ اشرح لنا الكلام ده عشان إحنا نفهم بس فيه مين. أولاً إحنا عندنا أ أس م لكل أس ن، دي معناها إن الرقم مرفوع لأسين، وليكن ناخد مثال كده، مثلاً بنقول 2 أس 3 لكل أس 2 مثلاً. أو نخليها مثلا 5 أس 3 عشان نخلي دي أرقام مختلفة، 5 أس 3 كل أس 2. دي معناها في حاجتين بتحصل، 5 أس 3 ده معناها إن 5 متكررة كام مرة؟ 3 مرات. وبعد كده قوس أس 2 معناها القوس نفسه متكرر مرتين، يبقى إحنا هناخد من الخارج القوس متكرر مرتين يعني بالمنظر ده. 5 أس 3 ضرب 5 أس 3. يبقى القوس عندي متكرر مرتين. طب احنا خدنا قبل كده ان الالف اس م ضرب الالف اس ن ما هي معناها ضرب. بنعمل الف ونجمع الاسس اللي هو 3 زائد 3. 3 زائد 3 اللي هي 5 اس كام؟ 6. يبقى احنا عملنا في الاثنين والثلاثة هنا ايه؟ جمعناهم ولا ضربناهم؟ ضربناهم. يبقى احنا هنا لما بيبقى عندنا رقم مرفوع لاسين زي ما احنا شايفين اهو، ادي 5 اس 3 كل اس 2 مرفوع لكام اس؟ اسين. هي رقم واحد بس مرفوع لاسين، يبقى هنا بنعمل 5 ونضرب الاسين في بعض اللي هو 3 ضرب 2 يعني 5 اس كام؟ اس 6. ولو عايزين تشوفوا مثلا الكلام دوت، تعالوا نشوف مع بعض كده بقى ايه هتكتب معايا بقى اللي احنا هنقوله كده دلوقتي. يبقى معنى كده ان مثلا لو قلت لك 2 اس 3 كل اس 4، يبقى دي التطبيق على القاعده، بدل ما رقم مرفوع لاسين بيديني عباره عن ايه؟ مرفوع لاسين بننزل الاساس ونضرب اس في بعض اللي هو 3 ضرب 4 يعني هيساوي 2 اس كام؟ 12.
دي بالنسبه للقاعده اللي هي رقم كام؟ 5. القاعده رقم 6 اللي هي عباره عن ايه بقى؟ قال لي القاعده رقم 6 طبعا احنا عندنا هنا كان في اربع قواعد هنزود عليهم قاعده اللي هي قلناها بكده في الاخر خالص هنكررها في رقم 6 بحيث ان احنا نقولوا ايه؟ القاعده دي معانا فنفتكر بيها اللي هي الف اس صفر ودي معروفه جدا بتساوي كام؟ 1. وقلنا اي حاجه اس صفر بتساوي كام؟ 1. يعني مثلا قلنا 7 اس صفر بتساوي 1، 10 اس صفر بتساوي 1، س اس صفر بتساوي اي حاجه اس صفر بتساوي ايه؟ 1. دي كانت القاعده اللي هي رقم 6. تعالوا نشوف مع بعض كده القاعده رقم 7. القاعده رقم 7 عندي بتقول اللي هو الاس السالب. الاس الايه؟ السالب. يعني لو قلت لك مثلا 1 على ألف أس سالب نون بيساوي دي هنا الأس هنا سالب، قال لما الأس سالب في المقام بيطلع البسط يتغير وضعه بيبقى يتقلب بدل سالب يبقى إيه؟ موجب. بمعنى إن أنا مثلا لو عندي 1 على 2 أس سالب 1، 1 على 2 أس سالب 1 ها ما دام أس سالب يطلع فوق يبقى أس موجب يبقى 2 أس 1 والعكس. لو انا قلت لك 2 اس سالب 1 وعايز اخلي الاس السالب ده اس موجب يبقى ده معناه على تقسيم 1 يبقى اغير واقل هيبقى 2 اس 1. يعني ايه اصل نفهمها؟ خليك بس يعني معناها انا هديهولك ان معنى ان الاساس والاس يتغير مكانه من البسط للمقام او المقام للبسط يتغير اشاره الاس. دي القاعده الاساسيه. القاعده دي ممكن نحطها بالمنظر ده أو ممكن نحطها بالمنظر ده اللي هو أ أس سالب ن بيساوي 1 على أ أس ن. كده أو كده القاعدة هي بتتكلم بالأسلوب ده أو بالأسلوب ده. نفهمها تاني أهي، إن أنا لو عندي 2 أس سالب 3 أنا عايز أغير إشارة الأس، المقدار ده كله معناه إن هو تقسيم 1. أقلب المقدار، المقام يبقى بسط والبسط يبقى مقام، نغير إشارة الأس. يعني هتبقى 1 على 2 اس نغير بقى ننزل ده وطلعنا الواحد يبقى ده الاس هيتغير هيبقى موجب 3. ولو قلنا مثلا 1 على 5 اس سالب 2 انا عايز اغير الاس ده بدل السالب يبقى موجب يبقى انا اغير وضعه من تحت لفوق او مش هقلب المقدار او اقلبه فهيبقى عندي ال 5 هتنزل هتبقى 5 اس نغير مكانها تبقى فوق هتبقى 5 اس كام؟ 2 طبعا تقسيم ايه؟ 1. وده اللي قانون الاسس دوت السالبه بنستخدمها لما نحول الاس السالب لاس ايه؟ موجب او لما نحرك اسس من مقام لبسط او من بسط لايه؟ المقام. ده القانون الايه؟ السابع اللي احنا عايزين نقول عليه. طيب في قانون تاني اللي هو قانون اللي هو رقم 8 وده من اهم القوانين اللي احنا بنتكلم عنها وهنحل بيها المسائل اللي هو قانون لو الاساس لما يساوي الاساس يبقى الاس بيساوي الاس يعني اللي هي عباره عن اللي هي عباره عن اللي هو قانون رقم 8 قال لو ألف أس ميم بتساوي ألف أس نون. طبعا هنا ألف أس ميم بيساوي ألف أس نون. الأساس بيساوي إيه؟ الأساس على طول يبقى الأس بيساوي الأس. والدليل على كده إن أنا مثلا بقول لك 2 أس 3 هتساوي 2 أس كام؟ لازم أس 3. تمام؟ طبعا معانا الأس صفر هو ده اللي بيختلف يبقى الميم والنون دي أصول لا تساوي الصفر عشان نقدر نطبق القاعده هنا. يبقى معنى كده ان لما الاساس يساوي الاساس او الاساس اللي هو اللي تحت ده اللي هو الالف الاساس يساوي الاساس على طول الاس بيساوي الاس. وده ممكن ناخده مع مثال بسيط قبل ما نشوف التمارين اللي هو عباره عن لو قلنا مثلا 3 اس س بتساوي 3 اس 2. هنا هنلاحظ انا بقول لي اوجد س اوجد قيمه س. هنلاحظ هنا ان الاساس زي الاساس اهو 3 زي 3 ما دام هما بناء معمول على اليمين بناء على اليمين وبناء على اليسار لو الاساس واحد خلاص فيبقى على طول الاس زي الايه؟ الاس لان القيمتين متساويين.
يبقى هنا بدل الاساس بيساوي الاساس، يبقى الاس بيساوي الاس، يبقى س على طول بتساوي كام؟ 2. ودي قاعده مهمه جدا هنستخدمها كتير لحل الايه؟ المسائل دي. بالنسبه للقواعد اللي هي الثمانيه، في طبعا قاعده تسعه هنتكلم عنها بعد كده. يبقى القاعده الاولى قلنا اللي هي قبل كده اللي هي رقم واحد، الف اس م ضرب الف اس ن بيساوي الف اس م زائد ن. القاعده الثانيه الف اس م تقسيم الف اس ن بيساوي الف اس م ناقص ن. القاعده الثالثه الف باء كل اس ن الاس بيتوزع يبقى الف اس ن باء اس ن. القاعده اللي بعد كده الرابعه الف تقسيم باء كل اس ن هتساوي الف اس ن تقسيم ا ب اس ن. دي القواعد اللي احنا خدناها قبل كده. وطبعا الف الصفر بيساوي كام؟ واحد، على اساس ان الف الصفر بيساوي. القاعده اللي بعد كده خدناها النهارده ان لو في رقم مرفوع لاسين يعني الف اس م كل اس ن يبقى هنا مفيش تكرار للعدد الاساسي، هو الاساس واحد. فبنضرب الايه؟ الاسين. فهنا عندي فهنا لو عندي الاساس اهو موجود عندي، فهنضرب القصين في بعض اللي هو م ضرب ايه ن، فهتبقى الف اس م ضرب ن. كمثال لكده ان احنا بنقول 2 اس 3 الكل اس 4 هتساوي 2 اس، بدل ما ارفع القصين هنضرب 3 ضرب 4 فهتديني 2 اس كام؟ 12. القاعده اللي بعد كده اللي هي مهمه جدا اللي هي لو في اس سالب، الاس السالب ده ممكن يبقى موجود في الايه؟ في المقام، ممكن يبقى موجود في الايه؟ في البسط. فلو غيرنا مكانه من مقام لبسط او من بسط لمقام بنغير اشاره الاس. كمثال كده بقول مثلا 2 اس سالب 3. 2 اس سالب 3 دي معناها 2 اس سالب 3 ده في البسط تقسيم 1. فبقلب المقدار او اعمل البسط مقام والمقام بسط، فبيبقى 1 تقسيم دي هتنزل تحت تبقى اس ايه؟ أو لو العكس هي في المقام وأنا عايز أطلعها في البسط بغير إشارة الإيه؟ البسط اللي هي الأس. يبقى هنا إحنا عندنا لما نغير الأسس من مقام للبسط أو من بسط المقام بغير إشارة الإيه؟ الأس بس، غير إشارة الأس. القاعدة الأهم اللي هي قاعدة رقم 8، طبعًا ما فيش حاجة اسمها أهم ومهمة لأن كلهم بيخدموا بعض. رقم 8 بيقول لي ألف أس م بتساوي ألف أس ن، قلنا الأساس بيساوي الأساس، يبقى الأس بيساوي الأس، يبقى م بتساوي ن. على طول يبقى هي القاعده هيبقى م بتساوي ن. دي القاعده اللي عندنا اللي هي الاساس بيساوي الاساس والاس بيساوي الاس، يبقى الف اس م بتساوي الف اس ن، الف بتساوي الف بالاساس يبقى م بتساوي ن. والقاعده دي لو خدنا مثال ليها بسيط اللي هو لو قلنا 3 اس س بتساوي 3 اس ن، هتلاحظ هنا ان الاساس واحد اللي هو 3. ما دام الاساس واحد يبقى الاس ماله؟ متساوي، يبقى س بتساوي ن. ده بالنسبه للقواعد اللي هي الاسس. هنشوف مع بعض كده بعض التمارين او الانشطه اللي هي موجوده عندي. بس الاول نشوف مين كده؟ يوسف. ايوه يوسف. ايوه يوسف. استاذ. ايوه. عادي تبعت صورة على الجروب لأنه في أشياء مش واضحة عندي. صورة الصبورة مش واضحة؟ هو واضح بس في كم يعني كم إشي مش واضح. طيب إن شاء الله ماشي، لكن المهم سامع كويس وفاهم؟ ماشي. تعال نكمل مع بعض ونشوف هنا بعض الإيه؟ الأنشطة. طبعا انا مخلي قاعده واحده بس هي اللي موجوده، طبعا القاعده الثانيه موجوده كلها في الكتاب. القاعده دي لان انا هشتغل بيها دلوقتي ونشوف هنا التمارين والانشطه. هنشوف انا هبتدي بنشاط ايه؟ نشاط وليكن اللي هو 3 صفحه 24، يبقى هنا نشاط 3 صفحه 24 صفحة 24 بيقول لي ايه نشاط 3؟ يعني بيقول لي اجد الناتج. اجد ايه؟ ناتج مايات. رقم 1 بيقول لي انا 2 اس 3 الكل اس 2 بيساوي، الثاني
يقول لي جذر 2 كل اس 2 الكل اس 3 بيتساوي. طبعا هنا احنا عندنا في الاسس لما بيبقى عندي مقدار مرفوع لاسين او اساس يعني الاثنين اهو مرفوع لاسين، قلنا القاعده اللي هي مكتوبه هنا اللي هي رقم 8 7 ان لو اساس مرفوع لاسين بيبقى 2 اس 3 كل اس 2 بضرب 3 ضرب 2 يبقى 3 ضرب 2 يبقى 2 اس كام؟ اس 6. طبعا احنا هنا عايزينها قيمه ولا مقدار؟ لا ده كمان عايز مقدار. احنا عارفين 2 اس 6 لو حسبناها 2 ضرب بعض 6 مرات هيطلع لي 64. طيب تعالوا نشوف مع بعض هنا. هنا في جذر التربيع 2 لكل اس 2 و 2 واس 3. طبعا جذر 2 اس 2 لكل اس 3 دي ممكن تتفك بطريقتين. الطريقه الاولانيه اللي انا اضرب الاسس في بعض وهي ديت اللي انا ما حبتهاش هنا او ان انا ما حبتهاش بالجذور بالذات. لان الجذور انا بحب ابسطها الاول. فهنا جذر 2 اس 2 داخل دوت انا مش هطبق القاعده هنا لان انا عايز اعلمك حريه الايه؟ التصرف مش من انما يبقى عندي قاعده ان انا لازم استخدمها، لا. انا هستخدمها تحتيها كده هقول لك لو الحل بالقانون، لكن انا عندي في حاجه اسمها الابسط والاحسن. فهنا فيها طريقتين للحل، ان انا افك داخل وبعد كده افك النص اللي خارج، وممكن استخدم القاعده ان انا اعمل نص صباع واطلع المقدار. فانا هستخدم الاثنين. الطريقه الاولى ان انا هستخدم القاعده اللي هي جذر 2 واضرب نصين في بعض اللي هو اس 6. جذر 2 اس 6 معناها جذر 2 مضروبه في نفسها 6 مرات. احنا عندنا كل جذر 2 طبعا انا مش هجيب مقدارها من هنا، هجيبه من الثانيه عشان ابين لك ان دي ابسط. ده كده احنا طبقنا القاعده، طبقنا ليه؟ طبقنا القاعده بتاعتنا اللي هي ضربنا الاس في الاس. الطريق الثاني الحل الثاني ان انا جذر 2 اس 2 دي افكها داخليا الاول، احنا عارفين جذر 2 اس 2 بيديني 2 بيتفك الجذر. وهتديني 2 اس كام؟ 3. 2 اس كام؟ 3. 2 اس 3 اللي هي كام؟ 8. وده الحل الابسط ليه؟ يبقى معنى كده انا عايز الحل ده استنتج منه حاجه، ايه هو؟ لما انا عملت ديت الاول جذر 2 اس 2 بقت تعطيني 2 لان جذر 2 ضرب جذر 2 بيديني 2، وبعد كده طلعت اس 3 2 اس 3 طلعت لي اهي 2 اس 3. طيب يبقى معنى كده ان لو عندي جذر 2 اس 6 لما اشيل الجذر بيطلع لي 2 اس نص القيمه نص الاس. ليه؟ لان احنا عندنا الجذر كل قيمتين بيطلعوا بقيمه، فهي لو 6 قيم تطلع بكام؟ بثلاث قيم بس، ده لو جذر تربيعي. يبقى من هنا نقدر نطلعها من القاعده، ممكن نطلعها من الخطوات العاديه. 2 اس 3 اللي هي 8. يبقى هنا النشاط حليناه بطريقتين، بالطريقه من وجهه نظري والطريقه الثانيه اللي هي من القاعده، والاثنين بيجوا نفس الناتج. بس هنا هنلاحظ ان الجذر 2 زي ما قلت لك لما رفعناه اس 6 اعطاني 2 اس 3 ليه؟ لان احنا قلنا كل اثنين من الجذور التربيعيه بيديني رقم من غير الجذر، يعني جذر 2 وجذر 2 بيديني كام؟ لما تضربهم بيديني 2 واحدة، يبقى معنى كده ان كل 2 بيساوي واحدة يطلعوا بواحدة، يبقى ال 6 يطلعوا بكام؟ ب 3. طبعا انا لقيت ان ده ابسط. بس مش ابسط لما انت تدرس القاعدة اللي احنا هنقولها اللي جاية، لان قاعدة مهمة جدا. بس هنخليها في أول الحصة اللي جاية إن شاء الله، لأن أنا عايز أدي تمرين على مهم جدا على القاعدة رقم 8 وهي دي اللي احنا هنركز عليها. تعالوا نشوف مع بعض قاعدة رقم 8 اللي هي ألف اس م بتساوي ألف اس ن يبقى هنا الأساس بيساوي الأساس يبقى م بتساوي ن. أنا هسيبها على السبورة أهو عشان نشوف التمرين بتاعها هيتحل إزاي. هنحل التمرين أو النشاط كده إيه تحتيها على طول اللي هو النشاط المهم اللي أنا عايزه اللي هو عبارة عن نشاط 7. انا عايز اطبق القاعده دي مهمه جدا. بيقول لي حل المعادله. معنى قلنا حل المعادله يعني فيها يساوي، ومعنى فيها يساوي حاجه ثانيه حل يعني معناها في رمز موجود وانا عايز اجيب ايه؟ قيمته. تعالوا نشوف مع بعض كده. بيقول لي هنا ايه رقم واحد. هنحل رقم واحد. بيقول لي 2 اس س بتساوي 512. السؤال ده من الاسئله اللي هي ممكن تبقى صعبه جدا بالنسبه للي مش عارف، ممكن
هنا بيقول لي 2 اس س بتساوي 2 بتساوي 500 وكام؟ و12. طيب تعالوا نشوف مع بعض يقول لي حل المعادله يعني ايه بتكون س؟ يبقى المعادله عندي ممكن يبقى فيها يساوي او طبعا الس ده هو وضعها ممكن يبقى في البسط، ممكن يبقى في الاساس، ممكن يبقى في المقام، المهم في رمز عشان اجيب. فهنا عشان اجيب س ديت ما دام في الاسس خدها قاعده كده، ما دام انا بجيب رمز في الاسس يبقى لازم اخلي الطرفين في وضع الاسس. ليه؟ لان لازم يبقى في وضع متجانس عشان اعرف احلها. فلازم هنا ما دام اسس يبقى الناحيه الثانيه اسس، يبقى 512 لازم احولها لاسس. دي واحد. اثنين انا مضطر ان انا احولها لاسس بشرط ان يكون الاساس اثنين. يعني لازم يبقى الاساس اثنين. تاني يبقى انا هنا عشان احل المساله دي لازم حاجتين، اخلي الطرفين اسس. تاني حاجه ان لازم يبقى الاساس زي الاساس، يعني هنا لو اثنين يبقى الناحيه الثانيه كام؟ اثنين. طيب نشوف مع بعض هنحلها ازاي. يبقى انا اول ما الاقي مثلا 2 اس س بيساوي 512 اروح منزل 2 اس س واحط على طول 2 وادور على الاس اللي انا هحطه، يبقى لازم يبقى اساس 2 وادور على الاس الجديد اللي انا هحطه. فبجرب 2 اس 2، 2 اس 3، 2 اس 4، 2 اس 5، 2 اس 6 لحد ما اوصل للرقم 512 هلاقي 2 اس تقريبا 9. 2 اس كام؟ 9. يبقى انا حولت 512 من صوره رقم صحيح او عدد الى قيمه شكل الاسس، وبشرط كمان مش اي اسس ان يكون الاساس 2 زائد طرف الايه الايمن. فيبقى هنا الاساس بيساوي الاساس، فيبقى الاس بيساوي الاس، يبقى س بيساوي كام؟ 9. من هنا احنا حلينا الايه؟ المعادله. يبقى حل المعادله في الاسس لازم يبقى الطرفين يكونوا في صوره اسس. نمره واحد. نمره اثنين ان لازم يكون الاساس زي الاساس، الرقم اللي تحت اثنين الاساس هنا هيكون برضه اثنين. طيب احنا النهارده بناخد انشطه متنوعه عشان المره الجايه ناخد تمارين هتبقى على كل الايه؟ الجزئيه بتاعت الاسس. هنشوف الجزئيه الثانيه او نشاط ثاني اللي هو نشاط بيتكلم على الاسس السالب عشان نتمرن على كله قبل ما نبتدي في حل التمارين. النشاط اللي هو رقم او نشاط ست نشاط اللي هو خمسه، نشاط خمسه صفحه 25. بيقول لي ايه نشاط خمسه؟ بيقول لي ان انا اكمل ايه؟ قال لي اللي هو الف ثلاثه اس سالب، ثلاثه لكل اس سالب اثنين بتساوي ايه؟ طيب ب مش هنكتبه دلوقتي قبل ما نخلص. طيب هنا في اس سالب، ساعات ان انت لما بتيجي تدرس القوانين ما بتفهمهاش الا لما تحل المسائل، بتفهمني القانون اكتر. فهنا انا عندي القاعده الاساسيه بتاعت الاس السالب كانت حاجه من اثنين، لو الف اس سالب نون هيساوي واحد على الف اس نون، او لو واحد على الف اس سالب نون هتساوي الف اس نون. انا استنتج يا استاذ انت هتقول انا واحد فيهم، اي واحد فيهم لان الاثنين غرضهم واحد، ان اي مقدار اسس من فوق من بسط يتحول الى مقام يبقى اشارته، ولو هو مقام لبسط يتحول اشارته. فهنا انا بقى بعيد عن القانون بقى عشان ما ايه؟ ما اتلخبطش في المعلومات. حسن انت لسه يا حسن؟ عشان ما اتلخبطش في المعلومات بعمل حاجه واحده، هو ده الرقم ده، بص كام؟ سالب. عشان اجيب قيمته ويبقى قيمه لازم اس موجب، يعني انا بقول لك 2 اس 3، انت عارف 2 اس 3 معناها 2 ضرب 2 ضرب 2، مضروبه في نفسها 3 مرات. طيب لما اقول لك 2 اس سالب 3 انت عارفها؟ هتقول لي 3 ماشي يا استاذ، لكن السالب ده معناها ايه؟ فاحنا بنحولها لاس الموجب الاول وبعد كده عشان هو ده اللي اقدر اجيبه. فهنا دي اس سالب، الرقم ده معناه تقسيم واحد، هو موجود في البسط ولا في المقام؟ موجود في البسط. يبقى انا عشان اغير الاس اشارته لازم انزل من وضعه او اغيره من وضعه، لو هو بسط اخلي مقام، لو هو مقام اخلي بسط. فهنا في البسط اروح منزله مقام وواحد يجي مكانه، يبقى واحد تقسيم وده هينزل تحت هيبقى ثلاثه واغير اشاره الاس، يبقى انا بغير اشاره الاس بس. يبقى هنا واحد على تقسيم ثلاثه اس كام؟ اثنين. هنا اقدر اعملها لان واحد تقسيم ثلاثه اس اثنين، احنا عندنا ثلاثه اس اثنين معناها ثلاثه ضرب 3، يعني 1 تقسيم كام؟ 9.
خلاص. طيب تعال نشوف النشاط اللي بعد كده اللي هو نشاط برضه ثلاثة، نشاط خمسة بس رقم أو إيه باء، اللي هو بيقول لي عندي لام بتساوي جذر اتنين وعندي ميم بتساوي ثلاثة وقال لي اوجد أو أجد إيه بقى؟ لام أس سالب خمسة تقسيم ميم أس سالب اتنين بتساوي. طبعا احنا قلنا عشان احل السؤال لازم يبقى الاس موجب، لازم الاس ايه؟ موجب. وبعد كده طب ما هنا نقسم نطرح الاسس، لا ما ينفعش لان ده هنا الاساس مش زي الاساس، انا عشان اقسم واطرح الاسس لازم يبقى هنا لا اس سالب خمسه وهنا لا اس حاجه برضه. فهنا مش هينفع ان انا اطبق القاعده. طيب هنعمل ايه يا استاذ؟ هنعمل حاجه بسيطه جدا، انا زي ما قلت لك لازم تبقى حاجه ايه المساله عندك لازم تبقى حرة في الحركة، يعني هو عارف ان انت لما تحرك يمين او يسار بتعمل ايه او فوق وتحت بتعمل ايه. فهنا انا عندي فوق اس سالب اغير وضعه، انا منزله تحت يبقى موجب، طب اللي تحت اس سالب اروح مطلعه فوق يبقى اس موجب. يبقى انا لو عندي اس سالب اللي فوق سالب واللي تحت سالب، لو انا قلبت المقدار يبقى انا قلبت اشارة الاسس في خطوة واحدة، بمعنى ان لام اس سالب خمسة هنزلها تحت هتبقى لام اس، لازم يبقى اشارة الاس هيبقى خمسة، والميم والسالب دي هطلعها فوق عشان اغير اشاره الاس. احنا قلنا اشاره الاس عشان اغيرها لازم اغير من وضع الايه؟ الرقم من بس المقام، او العكس لو غيرت الرقم من مقام البص او من بس المقام لو صرت اسس لازم اغير اشاره الاس. فهنا هنلاقي ان الميم هتطلع فوق بالميم اس كام؟ تتغير اشاره، فبدل سالب الميم يبقى ميم اس. ومن هنا هنبتدي نعوض عن ميم وعن لام. هنا عندي الميم بكام؟ بجذر بثلاثة، يبقى هنا ثلاثة وأحط أس اتنين. واللام بكام؟ بجذر اتنين. أس كام؟ أس خمسة. طيب لما نيجي نشوف هنا وضع الإيه؟ الأرقام ونحسبها. تعالى نشوف مع بعض كده هنعمل إيه. أولًا هنا ده كقيمة ثلاثة أس اتنين، سهلة تديني تسعة. طيب جذر 2 أس 5 ده هيديني إيه؟ طبعًا جذر 2 أس 5 معناها الجذر 2 مضروبة في نفسها كام مرة؟ خمس مرات. يبقى كل 2 هتطلع بواحدة، يبقى كل جذرين يبقى هتطلع 2 4 جذر 2. إزاي يا أستاذ؟ أهي جذر 2 ضرب جذر 2 أدي 2 وأدي 3 4 5. دي هتبقى بـ 2 ودي هتبقى بـ 2، 2 في 2 بكام؟ بـ 4. وهيبقى جذر، يبقى المقدار عندي هيبقى 9 تقسيم 4 جذر ايه؟ 2. وهنا ممكن نستغل القاعده اللي هي التبسيط، اللي انا ممكن اضرب في ايه؟ في جذر 2 تقسيم جذر 2، بس احنا اللي عايزينه دلوقتي اللي هي يبقى الرقم اللي هو 9 تقسيم 4 جذر 2، لان ما طلبتش منك ان انت ترجع للمقام صحيح او نسبي، او ان انا احط لك في ابسط صوره وانا فيه بس الايه؟ طبعا زي ما انت شفت كده بالنسبه للاسس احنا خدنا قواعدها، قلنا معانا قاعده واحده هنبتديها بيها المره الجايه ان شاء الله مع تمارين عامه بقى على الايه؟ على الاسس. نراجع تاني القوانين بتاعت الاسس بسرعه. قلنا القانون الاولاني اللي هو الف اس م ضرب الف اس ن بيساوي الف اس م زائد ن، ده لو ضرب بنجمع الاسس. تاني حاجه لو الف اس م تقسيم الف اس ن يبقى بالقسمه، يبقى الف اس م ناقص ن. لو عندي ألف باء حددين ضرب بعض كل أس ن هيساوي ألف أس ن باء أس ن، الأس بيتوسع. لو ألف تقسيم باء لكل أس ن هيساوي ألف أس ن تقسيم باء أس ن. بعد كده قلنا ألف أس صفر بيساوي كام؟ واحد. دي بالنسبة للقوانين اللي إحنا خدناها قبل كده. القوانين بقى اللي خدناها النهاردة اللي هي ألف أس م لكل أس ن يعني مرفوع لأسين هيساوي ألف أس م ضرب ن. والقانون اللي بعد كده اللي هو الأس السالب قلنا اللي هو الف سالب ن بتساوي 1 على الف اس ن، او 1 على الف سالب ن بتساوي الف اس ن. والقانون الاخير وهو المهم والاهم فيهم اللي هو الف اس م بيساوي الف اس ن، لو الاساس بيساوي الاساس يبقى الاس بيساوي الاس يبقى مين بتساوي ن. وهنكمل فضل القاعده هناخدها المره الجايه، لان القاعده اللي هي الاس الايه؟ الكسر. هنشوف مع بعض كده ان شاء الله الاسس، ولو التمارين هتثبت المعلومات عندنا اكتر ونفهم القواعد، وان شاء الله نتقابل على خير. يلا سلام عليكم ورحمه الله.